في الأكاديمية لا يختلف الحال عن أي ناد كروي احترافي، فمن المرافق الأساسية مركز طبي يتلقى فيه نجوم الغد العلاج من أي إصابة في التداريب أو المباريات، كما يخضعون هنا لفحوصات دورية تقيم حالتهم الصحية التي تدون في ملف طبي يحتوي على كل المعلومات الخاصة باللاعبين. القائمون على المركز الطبي هذا على تواصل دائم بالطاقم التقني، حيث يتلقون الحالات التي تعاني من الإصابة ويخضعونها للعلاج سواء بالأدوية أو عبر الترويض، وذلك باستخدام أفضل المعدات الطبية على غرار المراكز العالمية. الصباح كنجيو مع 6:30 ديال الصباح، كيف يقول الدراري، كيف يقول لي بليسي اللي حابسين ما كيترينيوش، وكيف يقول الدراري عندهم لونطريمون لي كيترينيو كيدوزون كياخذوا الماء هنايا في البول ميديكال ويمشيو يترينيو على 7 دو ماتان. الدراري اللي حابسين كيجيو باش يبداو لي سوان ديالهم. باغ اكزومبل قبيله شفنا ادولين اللي كان عنده دي دولور في لو دو، دونك درنا له مازال عنده الحريق، مازال ما قدوش نبداو لي زيتيرمون ولا لانفورسمون حيت مازال كاين الحريق، دونك كندير له ان تريتمون تالجيك باش نحيدو الحريق هو الاول. بدينا له في الاول بالانفراروج وون بوماد سخيلان وون بوماد ديكونتراكتورون باش نحيدو ديك الموسك اللي مجموع. من بعد درنا الالكتروثيرابي بور تريتي لا دولور بوندون 10 مينوت. Après, on a fini une séance de glaçage, la cryothérapie, le glaçage pendant 15 minutes. خجول ولكنه مشاكس في الميدان، صغير في سنه كبير في مهاراته، يتقن المراوغات ويكسر الدفاعات مهما كانت صلبة. إنه عبد الله حيمود بن البيضاء الذي يقضي عامه الأول في الأكاديمية. الفتى الذي لم يتجاوز ربيعه 11 برزت موهبته في الحي ولفت إليه الأنظار لينادى عليه بعد ذلك للأكاديمية، حيث بدأ رحلة الاحتراف في عالم الساحرة المستديرة. معنا كوتش ناصر وكوتش حمادي، فما كيمتازو تجو بتقنيات كبيرة وفهم عندهم تقنيات باش يساعدونا حنا باش نوصلوا ان شاء الله مشازب مراوغات كثيره، فهم كيساعدونا بزاف باش نحقوا الامنيه ديالنا النجاح ديالنا في كره القدم. عبد الله يلقب هنا بالزيبرا نظرا لسرعته الكبيره وفنياته العاليه. الفتى الموهوب يلعب كوسط ميدان هجومي ويرى فيه اصدقائه كزافي نجم نادي برشلونه، فيما يعشق هو محمد بن رابح نجم نادي الوداد البيضاوي. كنشكرهم على هذا الشيء، فحتى اللي ساعدوني انا باش وصلت للاكاديمية محمد السادس والدي هما ساعدوني وشجعوني باش نمشي شو سيد حاليم ولي راني مشي يزاد في كرة القدم. فحسن اللعاب عندي كنلعب ميليو، كنتمنى نولي بحال محمد بن رابح لاعب الوداد البيضاوي ان شاء الله. شي عندهم شي يزاز كبيره والتدريب مزيانه، بغيت نولي بحاله ان شاء الله. طفل في عمر عبد الله ليس من السهل ان يتاقلم مع هذه الاجواء الجديده التي تبعده عن اسرته وابناء الدرب، ولكنه وجد في الأكاديمية البعض من رفاق الأمس والذين سبقوه في الالتحاق بمنجم النجوم هذا. هؤلاء يستبشرون خيراً بالزيبرا ويثنون على مهاراته التي تؤهله للعب في أكبر الأندية الوطنية والأجنبية. الزيبرا صديق ديالي وكنعتبره بحال أخي الصغير، هو يلعب مزيان وعنده مراوغات مزيانة تيدريب لي بحال كزافي. كان هو تيلعب مع 2000 2001، وملي شافو كوتش ناصر عجبو وجاو للأكاديمي حيت عنده المستوى ديال الأكاديمي، وهو الآن دابا كيتمرن في الأكاديمي وتيقرا، والحمد لله كنتمنى كاع الناس اللي في الأكاديمي تيتنبؤوا ليه بواحد المستقبل اللي هو زاهر
و تعتبر الزبرة من لي دريبلور في الأكاديمي. العلم في الصغار كالنقش في الحجر، والتكوين الرياضي الاحترافي الذي يتلقنه عبد الله والرفاق في الأكاديمية في سن مبكرة يساعدهم على صقل موهبة وهبها لهم الخالق دون سواهم لتكتمل مع مرور الوقت، والنتيجة نجوم كروية تتلألأ في سماء الكرة المغربية.